يا عمي السلام عليكم. خرج انت بالغزة بلانا. روح له شغله شغله. ايش تخرج انت بالغزة بلانا؟ تفك الغاز وتحرقه. ليش؟ اقول لك ليش؟ ايش نعلم الناس بس كيف مثلا لو حرقت الدباس كيف نطفيها بس؟ دراي؟ خرج الدباس انا معك عليا. لا خرج يا بالله خرج. ما مش معكم بايب. خرج الدفا غزانا خرج الدفا غزانا حي الله بش دخل دخلت شاص اسمع خرج الدفا غزانا نحرقه نرجع نطفيه افتح الغاز وحرقته مش حاجه صعبه عليا عشان نعلم الناس كيف نطفيه ايوه بالضبط يلا خرج الدفا غز هذا الدفا غز هذا لو سمحت يلا كمان حبيبي ايش علاك؟ خرج الدبغاز خرج الدبغاز خرج الدبغاز زمان يا خرج الدبغاز يا اخي نعلم الناس كيف يطفوا الحريق بس يا اخي ماشي كم ماشي؟ الا اشيات حبيبي شوف هذا كيف رمت شوف ايوه احمد هذا كيف رمت